بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب ثالث ثانوي مسار الفصلي في مقرر التفسير رقم 3. الوحدة الثانية، الدرس السادس في تفسير سورة البقرة من الآية 200 إلى الآية 203. هنا يقول الله في الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، إلى قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا مناسبة لهذه الآيات، الآيات التي قبلها، الآيات التي قبل هذه الآيات، يعني الآيات التي كانت في المقطع السابق في قوله عز وجل، كانت معنا الآيات في المقطع السابق في قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وهنا جاء الكلام على بعض أعمال الحج، بعض أعمال الحج التي هي من هناك، جاء الكلام عن الحج في أصله، وهنا جاء عن أعمال ملازمة ومصاحبة للحج، وهي ذكر الله في أيام ذكر الحج، وخاصة في أيام التشريق، الأذكار التي تشرع للحاج، الأزمنة والأوقات التي تشرع فيها الأذكار للحاج، وخاصة في أيام التشريق التي جاء ذكرها في الآيات كما لاحظتم. في الآيات فيها هذه فيها فوائد وأحكام، من فوائد الآيات، فوائدها كثيرة، من فوائدها فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، فضل ذكر الله سبحانه وتعالى ومشروعية ختم الطاعات به. يشرع أن يختم المسلم طاعته من صلاة وصيام وحج بالذكر. إذن هل له فائدة الذكر بعد هذه الطاعات؟ نعم له فائدة، فائدته قطعا الإنسان ضعيف، قد يحصل من التقصير والخلل والنقص، فائدة الذكر بعد الطاعات أنه يجبر ما يكون فيها من نقص لا يغفل عنه الإنسان، أو ما كان يقصده مما لا يخل بأصل العبادة. من فوائد الآيات فضل المداومة على قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كثيرا كثيرا. أيضا المسلم، من الفوائد أن المسلم المؤمن يسأل الله خير الدنيا والآخرة، يسأل الله خير الدنيا والآخرة، لا ينسيه سؤال خيرات الدنيا عن سؤال الآخرة، ولا يغفل عن الدنيا ينشغل بطلب الآخرة والدعاء لها ويغفل عن أمور معاشه، فإنه مأمور بهذا وبهذا، وإن كان ولا شك قطعا أن أمر الآخرة هو الأعظم، أن أمر الآخرة بلا شك أنه هو الأعظم عملا للآخرة، وسؤال الله عز وجل ما يحصل الخير في أمر الآخرة هو أعظم، والدنيا لا يستغني عنها المسلم، لأنه أوجده الله عز وجل في الدنيا ليعمرها بطاعة الله وما يعين على طاعة الله. مشروعية الإكثار من ذكر الله وتكبيره أيام التشريق، أيام التشريق معلوم أنها هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، وهي أيام ذكر لله عز وجل، والحاج مأمور فيها بالإكثار من الذكر، وكذلك الذي لم يتيسر له الحج فإنه مأمور فيها بالإكثار من الذكر، وكلهم مأمورون بالإكثار من الذكر في هذه الأيام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. التقويم، عندنا تقويم هنا في هذه بعد هذا المقطع، سؤال قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا أمور يستحب للمسلم أن يدعو بها، بل أن يلازم على الدعاء بها كثيرا في أحواله، أن يلازم على هذا الدعاء الذي جاء في هذه الآيات. طيب، نريد أن نقف نجزئ هذا الدعاء حتى يسهل حفظه ويسهل فهم معناه، تجزئة الدعاء تسهل حفظه وتسهل فهم معناه. قوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كم جاء في هذه الآية من الدعاء؟ كم أمر أمر المسلم أن يدعو به في هذه الآية؟ تأمل الآية،
تأمل الآية، كم أمر أمر المسلم يستحب له أن يدعو به في هذه الآية؟ نعم، هنا الجواب، تأمل الجواب. الجواب كما جاء في الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني وفي الآخرة حسنة، والأمر الثالث وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذه جمعت خيرات الدنيا والآخرة، جمع هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة، فلذا ينبغي للمسلم أن يستكثر من هذا الدعاء في كل أحواله. الدرس السابع هنا ما زلنا في الوحدة الثانية. الدرس السابع هو من الآية 204 إلى الآية 207، الآية 204 إلى الآية 207. تمهيد لهذه الآيات قبل أن نبدأ فيها. المنافقون قد يكونوا يقولون قولا هو ظاهر قولهم أنه إيمان، وادعاء أنهم يحبون الله ويحبون رسوله، بل قد يحلفون على هذا، وهم كما قال الله عز وجل عنهم ردوا الخصام، يعني عداوتهم شديدة للإسلام، عداوتهم شديدة للمؤمنين. وهذا يتضح أنهم إذا رجعوا إلى أمثالهم أنهم يتكلمون بخلاف ما أظهروا، ويتضح أيضا من خلال أفعالهم أنهم يسعون في الفساد في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعض معاني الكلمات المهمة في هذه الآيات: قوله سبحانه وتعالى: أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، يعني منعته الحمية والكبر عن الموعظة التي أنزلها الله عز وجل عليه، منعه كبره في نفسه عن قبول الحق بسبب ما عنده من الذنوب والمعاصي والآثام، أضله الله سبحانه وتعالى، فصار لا يقبل الحق ولا يقبل الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. من المعاني المهمة هنا: ألد الخصام، أي الإنسان شديد الذي يجادل بالباطل خصومة شديدة، بالباطل يحاج بالباطل وهو على خطأ بخصومة شديدة، هذا يقال يسمى ألد الخصام. ألد الخصام الذي يجادل بالباطل على غير حق، بالباطل يجادل بالباطل في مواجهة الحق ليصد الناس عن الحق ويصد نفسه عن الحق، هذا يسمى ألد الخصام. من فوائد هذه الآيات وأحكامها أن العبرة ليست بمجرد الكلام الذي يقوله الإنسان وأقواله، بل لابد أن تكون هذه الأقوال تتطابق مع أفعاله، متطابقة، تصدق أفعاله وأفعاله تصدق أقواله، هذه هي حقيقة الإيمان. أما من كان قوله حسن وقوله يظهر فيه الإيمان ويظهر فيه الصدق وأفعاله تناقض هذا، فإن هذا على خطر عظيم، وهذا السلوك هو سلوك وهذا التصرف وتصرف المنافقين. من فوائد الآيات: المنافقون خطرهم على الأرض وخطرهم على البلاد والعباد عظيم، وهم المفسدون كما قال الله عز وجل عنهم، المنافقون هم أهل الفساد، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يكفينا شرهم والمسلمين أجمعين. جمال الظاهر مطلوب، جمال الظاهر مطلوب. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال: هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، لكن جمال الظاهر لا يكفي لوحده، لا بد أن يكون مع جمال الظاهر حسن مخبر في قلب الإنسان، وصدق في أقواله، وإيمان حقيقي في قلبه. وإذا اجتمع جمال ظاهر مع جمال باطن، فكان الإنسان بإذن الله على خير من ربه سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات وأحكامها أيضا عظم أجر من باع نفسه لله طلبا لمرضاة الله، بشرط أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا، المراد بهذا الكلام، أن الإنسان إذا باع نفسه لله، أي فعل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى من القول
والعمل، وكان على الاعتقاد الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى وارتضاه له وأرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قد باع نفسه لله. وأمثلة هذا كثيرة، مثل الخروج إلى الصلاة في وقت أن يقوم الإنسان من نومه ثم يذهب إلى الصلاة، أن يصوم رمضان طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، أن ينفق من ماله طلبا لمرضاة الله، أن يبر والديه طلبا لمرضاة الله، أن يصدق في أقواله طلبا لمرضاة الله، أن يكف شره عن الناس طلبا لمرضاة الله، كل هذا يصدق عليه أنه باع نفسه لله طلبا لرضاه، بشرط بلا شك موافقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زعم ولو ادعى أنه يريد طلب ما عند الله، فإنه مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، غير مقبول، حتى لو قصد الخير وقصد الأجر وقصد الثواب من الله، ما دام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف الأمة، فإنه مردود عليه فعله، ولا ينفع ولا ما تنفع ما تنفعه هذه الدعوة. الفصاحة والبيان والعلم في أمر الدنيا أمر حسن، يكون الإنسان عنده علم في أمور الدنيا، وأن يجيد ما يحتاج إليه أو ما يحتاجه الناس من أمر الدنيا، هذا أمر حسن، لكن هل هذا يغني عند الله إذا كان الإنسان ليس عنده إلا علم من الدنيا، علم الدنيا فقط يعرفه، هل هذا يغني عند الله عز وجل؟ هذا لا يغني عند الله عز وجل. ولهذا العلماء قالوا في أمر من العمل، من عمل الآخرة، من علم الآخرة، من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا يسع المسلم جهله، يعني لا بد أن يأتي به، وما زاد، وكل ما زاد في العلم وزاد في الإيمان فذلك خير له، لكن أن يكون الإنسان عنده علم من الدنيا ويكون في أمر الآخرة لا يعرف شيء، أو لا يستطيع أن يقيم صلاته، لا يعرف أن يقيم صلاته أو عبادته أو طهارته ونحو ذلك، فإن هذا لا يشفع له عند الله عز وجل، لأن الدنيا إنما علوم الدنيا كلها إنما هي طريق للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بما شرع من الإيمان والعمل الصالح. التقويم على هذه الآيات التي مرت معنا، السؤال هنا: إعجاب الناس بكلام المتحدث لذات الكلام، هل هذا يكون دليل على صحة كلامه؟ يعني إنسان يتحدث ويتكلم في أي وسيلة أو في مجمع للناس، أيا كان هذا المجمع، هل قوة كلامه وجودة كلامه وإتقان كلامه في ذاته، في ذات الكلام، هل هو دليل على صحة كلامه؟ هل هذا يدل على صحة كلامه؟ نتأمل هذا، هل هذا يدل على صحة كلام المتحدث، مجرد ذات الكلام؟ طيب، هل عندنا دليل في الآيات السابقة، هل عندنا دليل في الآيات السابقة على هذا المعنى قبولا أو رفضا؟ ننظر لهذه الآية، هذا الكلام من القرآن، ونتأمله. قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا ألد الخصام، كان قوله حسن، أعجب الناس، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، الله عز وجل يعلم ما في قلبه سبحانه وتعالى، وهو خصم ألد، يعني يجادل بالباطل كما مر معنا. هذه الآية دليل على أنه المتحدث لا يعني جودة حديثه لذات حديثه، لا يعني أنه صحيح، لابد أي متحدث أن يقيم دليلا يثبت من كلامه أو على كلام يثبت صحة كلامه الذي يقوله، إذا قال كلاما أن يأتي بدليل يثبت صحة هذا الكلام، دليل من نقل شرعي أو من عقل سليم أو من تجربة صحيحة، فإذا جاء بالدليل صار الكلام صحيح، ما عنده دليل يبقى الكلام مجرد كلام لا قيمة له حتى تثبت صحته. الدرس الثامن من الوحدة الثانية: تفسير الآيتين 255 256 من سورة البقرة. الآيتان قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من فوائد وأحكام الدرس: اشتملت آية الكرسي على 18 اسما لله عز وجل بين ظاهر ومضمر، وهذا يدل على شرف وعظم هذه الآية، ولذلك فإنه يفرق منها الشيطان، لأن فيها تعظيم الله عز وجل، ولأن الشيطان لما أمره الله عز وجل بتعظيم لما أمره الله عز وجل بأمره عصى الله عز وجل وخالف أمره. وهنا هذه الآية فيها عدد 18 اسما من أسماء الله عز وجل من أسمائه، وهي كل أسماء الله عز وجل عظيمة، وكل آثارها عظيمة سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. الإسلام من الفوائد أن الإسلام دين واضح ببراهين وأدلة، لا يجبر أحد على دخول الإسلام، لا يجبر أحد على دخول الإسلام، لكن يبين لهم الإسلام كما أراد الله عز وجل أن يبين للخلق. فإذا بين الإسلام للخلق، إذا بين الإسلام للناس للبشر، فإنهم يختارون الطريق الذي يرونه، وهناك الله عز وجل يتولاهم، الله يتولاهم سبحانه وبحمده. من فوائد الآيات: توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم السلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو التوحيد الذي أنكره المشركون، وإن كان إنكار المشركين له في حقيقته هو إنكار في الظاهر، لأن الله عز وجل قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من فوائد الآيات: يوم القيامة لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله له سبحانه وبحمده، فإن أذن له شفع، وإن لم يأذن له سبحانه وتعالى لا يشفع. ولذلك إمام الشافعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، حين يأذن له الله عز وجل يقول: يا محمد ارفع رأسك والسند تعطى، واشفع تشفع، واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. التقويم لهذه الآيات: الآية رقم 255 هي آية الكرسي، ومر ذكرها، قرأناها قبل وجرى الكلام عن بعض فوائدها. فيها ذكرنا أن فيها 18 اسما من أسماء الله بين ظاهر ومضمر. ممكن تفتح مصحفك أو تعود إلى الآيات، تستحضر الآيات في ذهنك، تستخرج من خمسة من أسماء الله عز وجل، خمسة من أسماء الله الحسنى التي جاءت في هذه الآية العظيمة. والآية جاء فيها 18 اسما لله سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. من الأسماء التي جاء منها، من الذي جاء في سورة، في آية الكرسي، قول الله عز وجل، هذه الأسماء الله جاءت في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. هذه خمسة أسماء: الحي القيوم، الله، العلي العظيم، وجاء غيرها أسماء أخرى. عندنا الدرس التاسع من الوحدة الثانية من هذه السورة، في هذه السورة، في هذا المقرر، من الآيات 285 إلى الآية الأخيرة من السورة 286. الآية الأخيرة في السورة هي 286. هنا تمهيد مهم جدا. الله عز وجل يمدح نبيه والذين آمنوا معه بإيمانهم بالوحي وإيمانهم بالملائكة والكتب والرسل، وعدم كفرهم بأي أحد من الملائكة. وهذه هي أركان الإيمان، كما تعرفون أركان الإيمان الستة، جاء بعضها في هذا الموضع، جاء بعضها في هذا الموضع. الآيات: قول الله عز وجل، الآيات التي معنا الآن، قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. السورة تنتهي بالآية 286، كما مر معنا قبل أن عدد آيات السورة 286 آية، وهنا آخر آية في هذه السورة. في كلمات
يعني نحتاج معناها هنا، منها قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا. إصرا معنى الإصر، الإصر هنا معناه العبء الثقيل في التكليف الشاق والأمر الصعب. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يكلفهم بأمر يشق عليهم، لا يكلفهم بأمر يشق عليهم في عباداتهم، لا يكلفهم بما يشق عليهم. فإذا كلف الله جاء في التكليف شيء يشق على بعض العباد، فإنه من رحمة الله عز وجل جعل لهم التيسير، ينتقلون من الأمر الذي يشق عليهم إلى الأمر الذي يصلح ويناسب وأرفق بأحوالهم. من أمثلة ذلك الصلاة قائم، هذا حكم الصلاة، الصلاة حال القيام، فإن شق عليه القيام، إن شق عليه القيام فإنه ينتقل إلى الحكم الآخر، الصلاة جالس، وهذا من تيسير الله عز وجل. فوائد وأحكام من الآيتين الأخيرتين في السورة الشريفة: بركة التسليم لله تعالى ولأمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما قالوا سمعنا وأطعنا كافأهم الله برفع الحرج عنهم، رفع الحرج عنهم لما قالوا سمعنا وأطعنا، الله عز وجل جازاهم برفع الحرج أنه لا يكلفهم إلا بما يطيقون. وهذا استقرت عليه الشريعة بفضل الله عز وجل، أن ليس في الشريعة التكليف بما لا يطاق، هذا فضل ورحمة من الله سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. من الفوائد والأحكام: كفر من كذب أحدا من المرسلين، وأي أن من كذب أحد من الرسل فإنه يكفر، ومن كذب أي من المرسلين فإنه يكفر، ولا ينفع أنه صدق بواحد أو أربعة أو نحو ذلك، لكنه يصدق، يجب أن يصدق الإنسان بكل المرسلين، لقوله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله والانقياد لأمرهما، وهذا هو التسليم لأمر الله عز وجل، وهذا هو معنى الإسلام. لا يكمل الإيمان إلا بالطاعة والانقياد التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات: الإسلام دين السماحة واليسر، ولذلك جاء رفع الحرج عن المؤمنين رحمة به، وهذا تيسير من الله عز وجل وفضل ومنه. الآيتين في سورة البقرة، الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، آية 285 وآية 286، يستحب قراءتهما كل ليلة، وهذه من الآيات الشريفة العظيمة التي فيها معاني التوحيد ومعاني الإيمان ومعاني التسليم والانقياد لله عز وجل. على المسلمين أن يحققوا معنى ولاية الله عز وجل في أنفسهم بصدق الإيمان والتقوى له سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. التقويم عندنا هنا تقويم: حدد موضع آيتي الدرس في سورة البقرة، الموضع الآيتين في سورة البقرة، أين موضع الآيتين من سورة البقرة؟ آية 285 وآية 286، أين طبعا موضعهما واحد، لكن هنا نريد أن نقف عليهما في المصحف. تفتح مصحفك وانظر أن أين موضع الآيتين، تجد أن الآيتين هما آخر آيتين في السورة، آخر آيتين في سورة البقرة. تفتح مصحف على آخر صفحة في سورة البقرة تجد الآيتين، لذلك هذا الكلام المقصود تسهيل موضع معرفة الآيتين لمن لم يحفظهما، أن يحفظهما ويقرأهما في أوقات كما في الأوقات التي جاءت السنة بقراءتهما فيها. بعد هذا عندنا الوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة ننتقل إلى سورة آل عمران، الوحدة الثالثة في من آيات من سورة آل عمران. أهداف الوحدة: يتعرف على سورة آل عمران، تعرف على السورة، يذكر حكم موالاة الكافرين، حكم موالاة الكافرين كما جاءت في الآيات، وأيضا يدرك معنى محبة الله تعالى ورسوله، معنى محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله، وهذا يرد وجاء كما جاء بنص الآيات. معنا الدرس الأول من الوحدة الثالثة، الدرس الأول من الوحدة الثالثة سورة آل عمران. موضوعنا الأول هنا هو التعريف بسورة آل عمران، التعريف بسورة آل عمران. السورة هي مدنية ومكية، السورة مدنية آياتها 200 آية، آياتها 200 آية، وهي سورة مدنية، ترتيبها في المصحف بعد سورة البقرة مباشرة.
أبرز موضوعات السورة، أبرز موضوعات السورة تقرير حقيقة التوحيد وبناء العقيدة والتأكيد على صدق الرسل وإنزال الكتب، بيان كيد من يحرص على تفتيت الصف الإسلامي وزعزعة عقيدة المسلمين، الرد على من ادعى ألوهية عيسى عبد الله ورسوله، وبيان أنه عبد لله وأنه رسول لأمة من الأمم وهي هم بني إسرائيل، الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله وأخذ العبر والعظات في الآفاق وفي الأنفس وفي الكون، توجيه المؤمن للدعاء الخاشع والإنابة الصادقة، وهذا جاء في آخر السورة، هو كما من يقرأه يجد هذا في آخر السورة، في آخر السورة جاء قول ربنا، كرر هذا في عدة آيات في آخر السورة. التقويم على هذا فيه اسم مشترك تشترك فيه سورة آل عمران وسورة البقرة، اسم مشترك بين آل عمران بين سورتي آل عمران وسورة البقرة، يجمعهما اسم واحد، يجمعهما اسم واحد، الاسم هذا هو الزهروان، الزهروان، وجاء أنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله ومنه ولطفه وبركته. بعد هذا عندنا الدرس الثاني من هذه الوحدة، الوحدة الثالثة، الآيات من 28 إلى 32 من سورة آل عمران، الآيات من 28 إلى 32 من سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، إلى قوله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، آية رقم 32 من السورة. من معاني الكلمات في هذه السورة قوله فليس من الله في شيء، أي أن الله بريء منه، أن الله لا ينصره ولا يتولاه، ونسأل الله السلامة والعافية، هذا خذلان للعبد، أن الله يتبرأ منه، فليس من الله في شيء، وليس من أمر الله في شيء، وليس من حكم الله في شيء، أنه مخالف لأمر الله، مخالف لحكم الله، وأن الله عز وجل لا يؤيده ولا ينصره ولا يكون معه، نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد وأحكام السورة، من فوائد وأحكام السورة تحريم ولاة الكافرين من دون المؤمنين، لا يعني، نعم هم محرم ولاة الكافرين، ولكن هذا لا يعني ظلمهم، لا يعني ظلمهم، لا يجوز ظلم الكافرين أو التعدي عليه بدون حق، لكن لا نواليهم ولا نحبهم، والمؤمنون أحب إلينا وخير عندنا من الكافرين. التحذير من المعاصي والذنوب التي تفضي إلى سخط الله، الذنوب والمعاصي تفضي إلى سخط الله، فجاء التحذير منها. الاستعداد للعرض الأكبر على الله يوم القيامة بالإكثار من الخير واجتناب السوء، إكثار من الخير الطاعات والإيمان، تحقيق الإيمان والإكثار من الطاعات بالقول والعمل والإحسان للناس والإحسان لمن وجب على الإنسان الإحسان إليه، واجتناب السوء من القول والعمل، واجتناب سوء الاعتقاد وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل حال. دعوة محبة الله ورسوله مع مخالفة أمرهما وارتكاب نهيهما، دعوة باطلة لا تفيد صاحبها شيء، إذا ادعى هذا الإنسان أنه يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم عملا على ذلك، فإن هذه دعوة باطلة ما تنفعه عند الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. التقويم، معنى التقويم هنا سؤال: استخرج من الآيات ما يدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله، هذا كلام صحيح واضح، طيب نحتاج إثبات هذا بدليل، نحتاج معرفة الدليل على هذا حتى يعرف الإنسان مسألة، هذه المسألة في مسائل الاعتقاد بدليلها، الدليل من الآيات، الدليل واضح في الآيات، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، أنتم تحبون الله اتبعوني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبعوني، فإذا اتبعتموني أحبكم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته.
شكر الله لكم وبارك فيكم ووفقكم وسددكم. بهذا ينتهي درسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.